من يعارضنا ومن يؤيدنا، نحن حتى الذي يقاتلنا نحن مسؤولون عنه بأن نمنعه، بأن انت يا اسقوط بالدين اذبح. علاقتك ايه بالعقيد القذافي؟ جيدة جيدة، وزرته اكثر من مرة والتقي فيه اكثر من مرة، ولكن هو من مؤيدي يعني الكفاح المسلح والنضال موقف انا احترم موقف. بيقول لك الكلام ده وحتى لو قالوا انا ضد الكفاح المسلح وضد الانتفاضه المسلحه وضد الصواريخ وضد العمليات الانتحاريه وضد كل شيء، انا بدي شعبنا يعيش حياه طبيعيه. واقول للمخابرات اي واحد بيشوف اي واحد حامل صاروخ يضربه يقتله يطخه. أبو مازن وعدم حضوره، أنا آخر مكالمة كانت بيني وبينه أمس بالليل متأخر، وقلت لي يا أبو مازن هذه قضيتك وهذه قضية الشعب الفلسطيني وأنت مسؤول عن الشعب الفلسطيني ووجودك مهم. قال لي والله أنا أقول لك كلام يعني موثق، أنا اتصلت في الأخ عمرو موسى وقال لي ما في قمة. قلت لي يا أخي اتصل فينا اسألنا، يعني تليفوننا تعرف اتصل فينا. قال لي والله هلا ما بيعطوني تصريح اطلع، من صعب احصل تصريح. قلت له نجيب لك تصريح. قال لي بتصل فيك بعد نص ساعه. اتصل بعد نص ساعه، لا بعد ساعه ونص، وقال لي والله انا ما اقدر احضر لانه انا علي ضغوط، وانا اذا حضرت بكون يعني ذبحت نفسي من الوريد للوريد. يا اخي مالنا مال القدس هلا؟ الرسول عليه الصلاه والسلام ساب مكه، هذاك رسول عنده وحي، انا ما عندي وحي. كل الدول عليها ان ترفع العلم الاسرائيلي عندها. يا ابو مازن انت تزعلش مني، الزهار الله يرحم اولاده اثنين ماتوا، صحيح اثنين للزهار ماتوا، والحي ابنه وتسعه، صحيح اولادك وين يا بركه؟ هاي حبيبي وين هم اولادك؟ هذا بقرمك مش لازم، وبسكندري زرايز مش لازم، وهذا المالكي اللي يقطع اهله هذا الثاني المالك وثاني الله يهده. فياض فياض ليش بتقطعي يا فياض في شارع الناس؟ ليش مش تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.